بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. كنا أخذنا في اللقاء السابق ما يتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى، واليوم نأخذ إن شاء الله تعالى آخر قسم في الكتاب، وهو ما يتعلق بالترجيح في صفحة 26. فمن يقرأ بصوت عالي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: مسائل، وما ترجح قدم، ويرجح متواتر على أحد، والمسند على المرسل، ومتصل على منقطع، وثقة في علم وورع وضبط، وكونه صاحب القصة أو مباشراً لها أو مشافهاً لها، ونص على ظاهر وظاهر على مجمل، والحقيقة على المجاز، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والحظر على الإباحة. أحسنت. هذا المبحث يتعلق بالترجيح بين الدليلين، ومعلوم أن الدليلين قد يتعارضان في نظر المجتهد، وإلا فأدلة الشرع لا تتعارض في نفس الأمر إذا صحت، لأنها من لدن حكيم حميد عليم خبير سبحانه وتعالى، إلا في حالة واحدة وهو النسخ، فقد يتعارض الدليلان الشرعيان لأن المتأخر يقضي على المتقدم وينسخه. والترجيح هو المسلك الثالث الذي يسلكه العالم المجتهد في التعامل مع النصين المتعارضين، وذلك أنه إذا تعارض نصان في نظر المجتهد فإن أول مسلك يسلكه المجتهد هو الجمع بين الدليلين إن أمكن. هذا المسلك الأول، الجمع بين الدليلين إن أمكن. والمسلك الثاني هو النسخ إن علم التاريخ. والمسلك الثالث هو الترجيح إن جهل التاريخ، يعني تاريخ نزول الآيتين أو ورود الحديثين. المسلك الثالث هو الترجيح إن جهل التاريخ وتعذر النسخ. والمسلك الرابع هو التوقف، ومعنى التوقف هو أن يترك المجتهد العمل بالدليلين معا وينظر في غيرهما. هذا معنى التوقف على المختار، وإلا فبعض العلماء قال إذا توقف المجتهد خير في العمل بأحد النصين. نعم. وقال طبعا نمثلها سريعا، نمثل بأمثلة سريعة لأن هذا شيء لم يذكره المؤلف، هذه المسالك الأربعة، فنمثل لها سريعا. المسلك الأول هو مسلك الجمع بين الدليلين، هو مسلك الجمع بين الدليلين إن أمكن الجمع، وإنما قدم على باقي المسالك لأن فيه عملا بالدليلين، والعمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهدارهما معا أو إهدار أحدهما، لأن الأصل في النصوص أنها تكون محكمة معمول بها لا متروك العمل بها. ومثاله
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن السلام بالأكف، وقال إنها تحية اليهود والنصارى، وفي بعض الروايات إنها تحية النصارى، فهذا نهي. تحية بالأكف يعني كما يفعل بعض الناس، إذا أراد التحية لغيره من بعيد أشار بيده والآخر يرد بإشارة أيضا، فهذا منهي عنه في هذه الأحاديث الصحيحة. وورد ما يعارض هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وفيها عصبة وفيه عصبة من النساء، فألوى بيده يسلم، يعني حي عليهن بالكف، وكلاهما حديثان صحيحة، فيجمع بينهما بأن يقال إن كانت التحية بالكف مقرونة بالسلام، يعني قال السلام عليكم وكذلك رد السلام أيضا مثله، فهذا جائز ويحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مجردا من التسليم فقد رفع يده ساكتا لم ينطق بالسلام، فهذا هو المحظور الممنوع المنهي عنه، فهذا وجه حسن في الجمع بين الدليلين. هذا المسلك الأول. طيب، الأصوليون يقولون، علماء الأصول يعني علماء أصول الفقه يقولون الجمع إن أمكن الجمع، فما معنى إن أمكن الجمع؟ من يعرف؟ تفضل. نعم نعم، أحسنت، جيد، في إضافة؟ طيب، قولهم إن أمكن الجمع يريدون به والله أعلم أمرين معا لا بد من تحققهما معا. الأمر الأول أن يكون هذا التأويل، أي هذا الحمل للحديثين أو النصين المتعارضين، أن يكون سائغا لا ترده اللغة ولا العقل ولا الدليل الشرعي ولا القاعدة الشرعية الأصولية مثلا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ألا يكون في النصين المتعارضين أو في غيرهما ما يدل على تعذر الجمع أصلا، بمعنى أن المجتهد إذا نظر في الدليلين المتعارضين جاء إلى المسلك الثاني مباشرة، النسخ، من غير أن ينظر إلى الجمع. فالأول كان يجمع بين حديثي النقض، حديثي نقض الوضوء بمس الذكر، حديث نقض الوضوء بمس الذكر وحديث عدم نقض الوضوء بمس الذكر، بأن يقال إن كان بشهوة نقض وإلا فلا. فقد يقال هذا الجمع ما يصح، لأن في الحديث ما يرده، لأن الأعرابي هو الذي سأله، والأعراب لا يعرفون أحكام الإسلام، فقال إنما هو بضعة منك، فلو كان هناك فرق بين الشهوة وغير الشهوة لأبانه للأعرابي، وما أحوج الأعراب إلى البيان، والقاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح، فهذا الوجه ما يصح. والثاني قلنا أنه قد يكون في النصين المتعارضين أو في غيرهما ما يدل على أن المجتهد يجب عليه أن يجعل المسلك الثاني هو الأول في حقه هنا. كيف؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ويعارضه فمن شهد منكم الشهر فليصم، ودل دليل الإجماع على أن الثانية ناسخة للأولى، إذن النسخ قد يكون مجمعا عليه أصلا، فحينئذ ما يصح أن نقول نظرنا في المسلك الأول وهو الجمع فما أمكن الجمع فهرعنا إلى المسلك الثاني هو النسخ، لا، ما يصح حينئذ. وكذلك قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، والآية التي تليها فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا
فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فإن الثانية ناسخة للأولى بنص الآية، وهو قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فهو دليل على النسخ. فإذا تعارضت الآيتان ما يقول المجتهد أنظر أولا في الجمع، الآن جمع لا يصح في حقه أصلا، وحينئذ يسلك المسلك الثاني، فهذا معنى قولهم إن أمكن الجمع. واضح؟ طيب، المسلك الثاني النسخ، وأمثلته ذكرناها الآن قبل قليل، والأمثلة كثيرة على النسخ. المسلك الثالث الترجيح، وهو الذي يأتي معنا الآن. وأما المسلك الرابع فهو التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح، لأنه إن توقف بعض المجتهدين في بعض النصوص المتعارضة فلن يتوقف غيره، لأن الأمة لا تجتمع على الجهل بشيء من دين الله، فلو اجتمعوا كلهم على التوقف بين نصين متعارضين اجتمعت الأمة على الجهل، وهو يعارض مقتضى الإجماع أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. واضح؟ طيب، النسخ لأنه كثير، يقع كثيرا في الشرع، والترجيح إنما هو ضرورة، تقديم أحد النصين على الآخر ضرورة، لكن النسخ واقع أصلا في الشرع وكثير. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، بعد قوله مسائل وما ترجح قدم، هذه القاعدة العامة في التراجيح، أن ما يرجح من الدليلين المتعارضين يقدم، يعني في العمل، والثاني يترك العمل به. ثم شرع في بيان بعض وجوه الترجيح المشهورة فقال ويرجح متواتر على آحاد، إذا عارض المتواتر الآحاد وكلاهما صحيح فإن المتواتر يقدم على الآحاد، لأن المتواتر قطعي والآحاد ظني، والقطعي مقدم على الظني، مثل أحاديث رفع اليدين في الركوع والرفع منه، فإنه وردت فيها أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، ويعارضها حديث ابن مسعود أنه كبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاة في افتتاح الصلاة ثم لم يعد، يعني فقط رفع اليدين كان عند تكبيرة الإحرام، فإن الأول متواتر والثاني أحادي، فيرجح أحاديث رفع اليدين في الركوع والرفع منه. قال والمسند على المرسل، المسند يرجح على المرسل، حتى لو قلنا إن المرسل حديث صحيح، يعني حتى لو قلنا بصحته فإن المسند لا شك أقوى وأولى منه. فالمسند حديث علي رضي الله عنه لا يقتل مسلم بكافر، وهو حديث مسند، ويعارضه حديث عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي ثم قال أنا أحق من وفى بذمته، فإن هذا الثاني حديث مرسل، لأن ابن البيلماني من التابعين، توفي نحو سنة 90 هجرية، تابعي ليس صحابي، فهو حديث مرسل. قال ومتصل على منقطع، وهذا ما كان ينبغي أن يذكر، لأن الترجيح إنما يكون للنصين المتعارضين إذا صح سندهما لأنهما موجودان، أما المنقطع فهو ضعيف، والضعيف لا وجود له، يعني هو غير موجود، لا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو قرر شيئا فيه.
ويمكن أن يمثل له بأحاديث مسح الكفين، الاقتصار على مسح الكفين في التيمم، فإنها قد ثبتت فيها أحاديث صحاح مسندة متصلة. ويعارضها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صفة التيمم أنه يمسح يديه إلى المرفقين، لكنه حديث ضعيف. قال طبعا ومن هذا ومن هذه القاعدة أيضا نأخذ أن الموصول مقدم على الموقوف أو المقطوع، لأن الموصول موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فعله أو قوله أو تقريره، وأما الموقوف فهو من قول الصحابي أو فعله أو تقريره، ولا شك أن الموصول أولى، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مع حديث جابر رضي الله عنه كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام. الإشكال في هذه الزيادة، لأنها توجب أن يقرأ ماذا؟ نعم قد لا يكون مثال صحيحا. نعم لا تجب عليه، نعم صحيح لا تجب عليه قراءة الفاتحة إذا كان خلف الإمام، قال إلا أن يكون وراء إمام. نعم هذا مقتضى الاستثناء، أنه إذا كان وراء الإمام لا يجب عليه قراءة الفاتحة. والأول عمم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الأول متصل صحيح موصول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الصحيح عند المحدثين أنه من كلام جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وحينئذ الموصول يقدم على الموقوف. كيف؟ لا فقط هو المثال لوجوه الترجيح، وإلا قد بعض هذه الصور قد يكون الجمع فيها أولى من الترجيح، لكن الغرض ضرب المثال على القاعدة فقط. قال وثقة في علم وورع وضبط وغير ذلك من صفات الرواة، فلا شك أن الرواة الأضبط يقدمون على الرواة الأقل ضبطا، مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وحديث طلق ابن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المس الذكر بعد الوضوء فقال إنما هو بضعة منك، فالحديث الأول مصححوه أكثر من العلماء من علماء الحديث لأن رواته أضبط. قال وكونه صاحب القصة، حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فيرجح الأول لأن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة فهي أعرف بحالها من الرجال الأجانب. قال أو مباشرا لها، نفس المثال، حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال وكنت السفيرة بينهما وكنت الرسول بينهما، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فيقدم الحديث الأول لأن أبا رافع باشر القصة فهو أعرف بها من غيره. نعم أحسن جزاك الله خير. قال أو مشافها لها، نفس المثال أيضا، فإن أبا رافع شافه أو لا شافه، لأنه قال وكنت
الرسول بينهما، وكيف يكون رسولا ولا يبلغ رسالة بالكلام؟ فهو المباشر لها، نعم، المشافه. قال: ونص على ظاهر. هذا من ترجيح الدلالات، أنه يرجح النص أي الذي يدل على الحكم بلا احتمال على الظاهر، وهو الذي يدل على الحكم باحتمال راجح مع وجود احتمال آخر يعارضه يكون مرجوحا كما مر معنا من قبل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يكبر، فإن ظاهره أن الزكاة لا تجب في مال الصبي، لأن الزكاة من التكاليف، فتكون مرفوعة عنه من جهة العموم، والعموم ظاهر في دلالته على أفراده. ويعارضه حديث: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة، فإنه نص على وجوب الصدقة أي الزكاة في مال اليتامى، نعم، فيرجح الثاني لأنه نص. قال: وظاهر على مجمل، وظاهر على مجمل، مثل ترجيح النصوص الدالة على حرمة طعام المشركين على العموم، يتناول كل مشرك، مع حديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فإن الأول ظاهر يدل على تناول كل مشرك، أنها ما تحل ذبيحته، صح ولا لا؟ واضح؟ يعني مثلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مفهومه أن الذين لم يؤت الكتاب طعامهم ليس حلا لنا. طيب، والمجوس هم من الذين لم يؤتوا الكتاب، فيدل مفهوم المخالفة على أن طعام المجوس حرام، والدلالة ظاهرة، لأن مفهوم المخالفة عند من يقول به هو حجة ظاهرة وليست قاطعة في الجملة. لكن حديث عبد الرحمن بن عوف: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، دلالته على حل ذبيحة المجوسي يعني فيها إشكال. لماذا؟ لأن الحديث فيه إجمال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قد يقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في حل ذبائحهم، في ضرب الجزية عليهم، في غير ذلك من الأحكام، كل هذه محتملة، فيكون مجملا يحتاج إلى بيان في ما هو الشيء الذي نسن بهم سنة أهل الكتاب. بينما الحديث الأول ظاهر في أن ذبائح المجوس لا تحل، فيقدم الظاهر على المجمل. قال: والحقيقة على المجاز. إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فلا شك أن الحقيقة أولى بالترجيح، لأنها أصل الكلام، فإن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، وأما المجاز فهو استعمال لللفظ في غير ما وضع له لعلاقة. إذن يقدم الأصل ويؤخر الفرع، لأن المجاز فرع الحقيقة، ولهذا لا يكون في اللغة مجاز ليس له حقيقة، لكن يمكن أن تكون الحقيقة وليس لها مجاز. أو لامستم النساء، الآية دلت على أن ملامسة النساء تنقض الوضوء، والملامسة حقيقتها في لغة العرب هي الجس باليد ونحوها، هذه الملامسة في لغة العرب. فإذا جاء آخر وقال: لا، لامستم بمعنى جامعتم، فنقول هذه دلالة مجازية، أن يطلق الملامسة ويراد بها نعم الجماع، فحينئذ تكون دلالة مجازية، والحقيقة تقدم على المجاز، فتكون الآية دالة على أن مس المرأة ينقض الوضوء، واضح؟ طبعا إلا إذا كانت هناك قرينة، فإذا دلت قرينة
على إرادة المجاز انقلب الأمر وصار المجاز راجحاً وصارت الحقيقة مرجوحة، وهذا شأن المجاز مع الحقيقة أنه يكون مرجوحاً إلا إذا وجدت قرينة. نعم، ما أسمع، ما أسمع. إلى شيء آخر، شيء آخر. نعم، مسألة أخرى تلك، إن كان بشهوة أو بدون شهوة. طيب، مثال القرينة: ما لو قال رجل لآخر خاصمه، أي بقعت بينهما خصومة أو منازعة، فقال: والله والله لا أضع قدمي في بيتك. هذا حلف تترتب عليه أحكام الأيمان. قال: لا أضع، والله لا أضع قدمي في دارك. ثم إنه بعد مدة، مثلا نقول بعد شهر، دخل بيته محمولا مثلا على عربية، وما مست قدمه الأرض، وخرج، تجب عليه كفارة ولا ما تجب؟ ما هي حقيقة أضع قدمي؟ حقيقتها مس القدم الأرض، ومجازها يعني عدم الدخول، عدم الولوج إلى بيتك، هذا المجاز. لكن ما الذي يريده المتكلم الآن؟ نعم، لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل العرف، عرف الناس أنه إذا أراد أن يمنع نفسه من دخول دار غيره قال: لا أضع قدمي، لا أضع رجلي في دارك. هذه عادة الناس، وترجح حينئذ يرجح المجاز على الحقيقة. نعم، العرف قرينة، قرينة ترجح المجاز، يعني ترجح إرادة المتكلم للمجاز. نعم، جزاك الله خير. قال: نعم، يكون مرجحا للمجاز. نعم، هو هذه قرينة العرف، أنه أراد الدخول، الولوج، لا وضع القدم. نعم، جزاك الله خير. قال: ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة: البر بالبر، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، يدا بيد. الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأصناف الستة: البر والشعير والأقط إلى آخره، والتمر. مفهومها المخالف حين يقول البر بالبر مثلا بمثل، مفهومه أن غير البر مما لم يذكر من الأصناف لا يشترط فيه التماثل، كأن يبيع أرزا بأرز، هذا مفهوم المخالفة، يسمونه مفهوم اللقب، هذا مقتضى المفهوم المخالف. ما دام نص على أن البر بالبر مثلا بمثل، دل على أن غير البر وغير ما ذكر في الحديث لا يشترط أن تكون مثلا بمثل، هذا مفهوم المخالفة. لكن مفهوم الموافقة أن ما في معنى البر مما يأكله الناس كالأرز والعدس والفول إلى آخره، أنها مثلها، تكون مثلا بمثل، يدا بيد. فحينئذ نرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. قال: والحظر على الإباحة. والحظر على الإباحة، حديث جابر عند أبي داود وغيره أنه سئل عن الضبع: أصيد هو؟ قال: نعم، يعني صيد يصيده المسلم ويأكله، فيدل على أن الضبع يحل أكله. طيب، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، فيدل على أن الضبع يحرم أكله، منهي عن أكله، لأنه له نابا يفترس به. فنقول: تعارض الحاضر والمبيح فيقدم الحاضر، واضح؟ ومثله مثلا، يعني مثل نفس المثال أو قريب منه، التمساح يتعارض فيه نصان في أكله: حاضر ومبيح، أحل لكم صيد البحر وطعامه، والتمساح حين يعيش في البحر
يدل على حله. نهى عن كل ذي ناب من السباع يدل على حرمته، لأن التمساح سبع له ناب يفترس به، فيقدم الحاضر أي المحرم على المبيح لأنه أحوط وأبرأ للذمة، لأن الحظر يقتضي الامتناع والإباحة تقتضي إمكان العمل، وأيهما أبرأ وأحوط للإنسان، أن يمتنع أو أن يقدم على الشيء؟ أن يمتنع ويكف عنه. تفضل يا شيخ. والواجب على الندب، وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله، والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم، والمجرى على عمومه على المخصوص، والمقبول على ما دخله النكر، وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين، على ما دخله النكير أصلحها، والمقبول على ما دخله النكير أحسن الله عليك، والمقبول على ما دخله النكير، وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين، والثابت بالإجماع على الثابت بالنص، والمرجحات كثيرة ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو بأمر اصطلاحي أو بأمر عقلي. نعم أحسنت. قال: والواجب على الندب، غسل الجمعة واجب كما في الصحيحين، ويعارضه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فإنه يدل على أن الغسل ليس واجبا وإنما هو أفضل فقط، فيرجح الأول. طبعا غرضنا فقط ضرب المثال، وإلا قد يكون المرجح عند بعض كثير من الفقهاء العكس، لكن الغرض ضرب المثال. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله عليه الصلاة والسلام، إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم وفعله يرجح القول، لأن الإبانة بالقول أحسن وأولى وأكثر استعمالا عند الناس من البيان بالفعل. فقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم يدل على أن الحجامة تفطر، نعم، وهذا بالقول. ويعارضه الحديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فهذا قول أو فعل؟ هذا فعل، فالأول قول يرجح على الفعل. نعم. قال: والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم. النص الشرعي الذي يدل على إثبات حكم إذا عارضه نص شرعي يدل على نفي نفس الحكم فإنه يرجح المثبت على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. يعني ما الذي الآن زاد في الشرع؟ الذي أثبت أو الذي نفى؟ الذي زاد حكما في الشريعة؟ الذي أثبت، الذي أثبت زاد حكما في الشرع. طيب والذي نفى زاد شيئا؟ لا، ما زاد، لأنه وافق الأصل، أصل البراءة. فإذا الذي معه زيادة علم هو المثبت فيكون أولى. حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف البيت، في جوف الكعبة، وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، إذا حديث بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة أو كما ورد. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في جوف الكعبة أو كما ورد، أحدهما أثبت والآخر نفى، فيقدم من؟ المثبت، يقدم حديث بلال لأن معه زيادة علم لم يطلع عليها النافي، فيقدم خبره، إلا كما قال بالاستثناء الذي ذكره المؤلف، إلا لو فرض أن النافي كان يعلم، يعني نفى الصلاة نفسها،
يعني اطلع على أن هذا لم يقع فعلا لو فرض هذا. نعم. قال: والمجرى على عمومه على المخصوص. المجرى على عمومه ماذا يسمى؟ له اسم. تفضل يا شيخ. يعني لو فرض أن النافي اطلع، كان أكثر اطلاعا، وعرف أن ذلك الفعل لم يقع فعلا وإنما هو وهم من صاحبه، بأن يقول مثلا وهم ابن عباس في هذا، أو مثلا وهم بلال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، أو يقول مثلا كنت رفيقه يدي بيده فدخلنا الكعبة وخرجنا وما صلى فيها، فنقول هذه قرائن تدل على أنه هو الذي معه زيادة علم، وأن المثبت وهم، والوهم يحصل، الوهم يحصل للناس كلهم، حتى الرواة من الصحابة قد يقعون في الخطأ. أليس ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج ميمونة وهو محرم؟ هذا خطأ ولا صواب؟ هذا أخطأ، يخطأ، الناس يخطئون، قد يخطئون. نعم. قال: والمجرى على عمومه على المخصوص. إذا تعارض نصان يدلان على نفس الحكم لكن أحدهما بطريق العموم الذي ما دخله خصوص، والثاني بطريق عموم دخله خصوص من جهة أخرى من أحكام أخرى. العام للمجرى على عمومه له اصطلاح عند الأصوليين، ما اسمه؟ آه يا شيخ أحسنت، العام المحفوظ، يسمونه العام المحفوظ، يعني الذي حفظ عن التخصيص. وأما العام المخصوص فهو أضعف منه، يعني العام الذي لم يدخله تخصيص أقوى من العام الذي دخله التخصيص. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فلو دخل المسجد بعد صلاة العصر فسوف ينظر في الحديثين، أحدهما يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والثاني يقول لا صلاة حتى تغرب الشمس. فكيف نرجح؟ فنقول نرجح الحديث الأول، لأن عمومه محفوظ، عمومه من جهة الأوقات يعني محفوظ، ما دخله خصوص. لكن الثاني دخله التخصيص، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، دخله عدة مخصصات، منها إعادة الجماعة، صلى مثلا منفردا ثم رأى جماعة فأعاد الصلاة معه بعد صلاة العصر، يشرع أو لا يشرع؟ يشرع، ما مع أن الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب الصلاة على الجنازة وغير ذلك؟ لا، تحية المسجد هي محل النزاع، هي صورة النزاع. صلاة ركعتي الطواف بعد العصر، طاف بعد العصر يصلي أو لا يصلي؟ نعم. والفائتة، أحسنت، إذا فاتته صلاة فإنه يقضيها حتى لو كان بعد العصر، ما ينتظر إلى بعد الغروب. الراجح هو الأول، لا يجلس حتى يصلي، حتى يصلي ركعتين. قال: والمقبول على ما دخله النكير. المقبول على ما دخله النكير، المقبول يعني الذي لم ينكره راويه، وما دخله النكير أي أن نفس الراوي أنكره، نفس راوي أنكره. تفضل. إيه نعم نعم، يقتضي نعم، إذا قلنا بالمنع يعني، أما إذا كان للكراهة فلا، لأن شرط قاعدة النهي يقتضي الفساد أن يكون النهي للتحريم، أما النهي إذا كان للكراهة فلا يبطل العبادة أو المعاملة، مثل النهي عن الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، فلو كان جائعا واشتهى الطعام ثم صلى صلاته صحيحة لأن النهي نهي كراهة. طيب،
قال: والمقبول على ما دخله النكير، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا يدل على ماذا؟ على أن اليمين تكون في حق من؟ على المنكر، لا، واليمين على من أنكر. طيب، يعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع يمين المدعي. عيد الحديث الأول، ماذا قال؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذن المنكر هو فقط الذي يحلف اليمين. لكن يعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد، يعني الشاهد الواحد، مع يمين المدعي، فجعل اليمين في حق المدعي. إلا أن الحديث الأول حديث صحيح ما أنكره أحد من رواته، وأما الحديث الثاني أنكره راويه. طبعا راويه ليس المقصود فقط الراوي الأعلى الصحابي، يعني لا، إنما أحد رواته الذين ورد الحديث من طريقهم، سواء كان الراوي الأعلى أو الراوي الأدنى أو ما بينهما من الرواة. لأن هذا الحديث يرويه ربيعة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. واضح السند؟ طبعا السند صحيح، لكن الإشكال في ماذا؟ أن سهيلا رحمه الله أنكره، عرضه عليه تلميذه ربيعة فيما بعد فقال: لا أعرفه. هو بنفسه يقول: لا أعرفه. فحينئذ لا شك أن الحديث الأول يكون أولى وأقوى، ولهذا لا يختلفون فيه. أما الحديث الذي أنكره راويه يختلف فيه العلماء هل يقبل أو لا، أو لا يقبل. قال: وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين. نعم، فهذه أدلة خارجية تكون قرائن ترجح أحد النصين الشرعيين المتعارضين. ما عضد بكتاب، أي إذا تعارض نصان شرعيان لكن الكتاب العزيز يشهد لأحدهما فإنه يقدم ويرجح، مثل أحاديث الإسفار بصلاة الفجر وأحاديث التغليس، فإنهما متعارضان، يعني أيهما الأفضل في الفجر، التغليس أو الإسفار، يعني يكون في أول الوقت أو آخر الوقت، يعني متعارضان وفي خلاف مشهور بين الفقهاء. فنقول أحاديث التغليس تكون أرجح لأن الكتاب العزيز يشهد لهذا، فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فآيات الكتاب تدل على أن المسارعة أفضل من التأخير، فكذلك نقول هنا التغليس أولى من الإسفار. قال: أو سنة، يعني السنة تشهد للسنة أيضا، لو فرض تعارض حديثان أو نصان عموما وشهدت السنة لأحدهما فإنه يكون مرجحا لها. مثاله: لا نكاح إلا بولي، ويعارضه حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها. متعارضان، لكن الأول يشهد له حديث آخر وهو حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أو كما ورد. واضح؟ قال: أو عمل الخلفاء الراشدين. عمل الخلفاء الراشدين يرجح أحد النصين المتعارضين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مثلا أحاديث الجهر بالتسمية في الصلاة بالبسملة، وأحاديث الإسرار بالبسملة، فإنها أحاديث متعارضة، لكن عمل الخلفاء يشهد لماذا؟ الإسرار أو الجهر؟ الإسرار. ولهذا كان يقول بعضهم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: والثابت بالإجماع على الثابت بالنص. إذا تعارض الإجماع والنص، طبعا لو فرض هذا، طبعا نضرب له مثالا، وإلا بعضهم يقول لا يمكن أن النص يعارض الإجماع أصلا، لأن الأمة لا تجتمع إلا وفق الدليل لا على خلاف الدليل. لكن يمكن أن نمثل له بحديث: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، يعني يقتل في الرابعة. ويعارضه الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل، إنما الحكم في حقه الجلد فقط مهما فعل، فحينئذ يقدم الإجماع، لأن الإجماع دلالته قطعية ولا ينسخ، بعكس النص فقد تكون دلالته ظنية وقد ينسخ وتعترضه احتمالات عدة. ثم قال: والمرجحات كثيرة، ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي، يعني هذا ضابط عام، أن المرجحات كثيرة، فقد تقوم الأدلة الأخرى الخارجية من آيات أو أحاديث أو عرف أو مصلحة أو سد للذريعة أو قول صحابي أو غير ذلك، ترجح وتقوي أحد النصين المتعارضين على النص الآخر. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب مجمع الأصول للإمام جمال الدين يوسف ابن عبد الهادي ابن المبرد، المتوفى سنة 909 هجرية، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرحم المؤلف ابن عبد الهادي رحمة واسعة، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. الدرس القادم إن شاء الله في نفس الوقت من كتاب التذكرة، التذكرة في أصول الفقه للإمام بدر الدين المقدسي، المتوفى سنة 773 هجرية، في نفس الوقت إن شاء الله، الثلاثاء عصر كل ثلاثاء. أحسن طبع الكتاب هي طبعة مكتبة الرشد، نعم، والكتاب طبعة أخرى ليست يعني حسنة، ولكن إن لم تتوفر إلا هي فاجلبوا الكتاب بأي طبعة، ومع القراءة إن شاء الله نصحح نص الكتاب بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الله يسلمك.